وللوقوف أكثر عند تشكيل اللجنة التحقيقية لقتل المتظاهرين في موضوع تبحث موضوع قتل المتظاهرين، ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي السيد نظير الكندوري. مرحبا بكم سيد نظير. أهلا بك أخي. أهلا بكم. ويحضر معنا كما أيضا عبر الهاتف عضو تحالف الوطني المعارض لبيد سميدعي من مدينة مالمو السويدية. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بكم. أستاذ نظير، أبدأ معكم. الرئاسات الثلاث أعلنت فتح تحقيق لما وصفته هي بمحاسبة من أطلق النار على المتظاهرين. كيف ترى هذه اللجنة وهل تراها أنها شفافية؟ يعني أن نحن نرى يعني كل اللجان التي تشكل من أجل معالجة قضية ما أو جريمة حدثت يعني في فترة ما تكون نتيجتها سائبة ولا تخرج النتائج ولا يعني يتم وفقها محاسبة أي مقصر. وهذه اللجنة يعني لا أظنها تختلف عن سابقتها، إنما فقط هي للتسويف الوقت ولمحاولة امتصاص هذا الزخم الجماهيري الذي يحدث الآن. نعم. والتحضير إلى انتفاضة قادمة ضرب لها موعد يوم 25/10. لذلك يعني لا أظن أن الشعب العراقي سوف يلقي بالا إلى موضوع يعني أنه تم تشكيل لجنة لمعرفة من ارتكبت جرائم بحق المتظاهرين، وإلا فالمجرمون ارتكبوا الجرائم أمام الكاميرات وأمام الأجهزة الأمنية وبعلمهم، بل نكاد نقول بأمرهم. نعم. يعني ارتكبوا هذه الجرائم، ومع ذلك الآن يدعون أنهم هؤلاء كانوا مجهولين، والآن يتم التحقيق لمعرفة من هؤلاء. هذا ضحك على الضغون، يعني هذا شيء يعني لا ينطلي على الشعب العراقي. نعم. ننتقل لضيفنا عبر الهاتف من مدينة مالمو السويدية الأستاذ لبيد السميدعي، ونسأله عن تواصل أو إعلان بعض الناشطين عن أنهم يحوزون بعض التسجيلات الصوتية وإمكانية تقديمها لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي. ما مدى إمكانية التكتم على المصادر التي ستقدم هذه الدلائل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي من فضلكم بس أوضح شيء عن هذه اللجنة التي تشكلت. أنا الحقيقة كلام الأستاذ نظير، عفواً ضيفكم العزيز، كلامه صحيح جداً، لكن ما يتعلق بهذه اللجنة بالذات تختلف من حيث الجوهر أو من حيث التشكيل عن سابقاتها. هذه اللجنة تشكلت بناء على توصية وطلب من الشيخ عبد المهدي الكربلائي الذي يمثل المرجعية. قال بالحرف الواحد عبد المهدي في خطبة الجمعة الأخيرة، قال عندما تقوم عناصر مسلحة خارجة عن القانون. إذا عبد المهدي قرر الذين قاموا بالقتل هم عناصر مسلحة خارجة عن القانون عندما تقوم تحت أنظار قوى الأمن، وقرر أيضا إذا هو أصدر حكمه بأن قوى الأمن غير ضالعة بعملية القتل وإنما هي شافت القتلة باستهداف المتظاهرين وقنصهم، يعني هاي القوات الخارجة عن القانون وتعتدي على وسائل الإعلام إلى آخره. فالحكومة مسؤولة عن تشكيل لجنة للتحقيق في هذا الأمر وملاحقة هؤلاء القتلة عناصر السلاح الخارجة عن القانون. إذا هو أعطى يعني رسم معالم خارطة طريق للجنة التحقيق، وأوصى بنفس الوقت اللجنة بأن تحدد من هم القتلة اللي هم عناصر ما معروفة. نعود للسؤال الذي طرحته أستاذ لبيد. هؤلاء الناشطين يقولون أن لديهم أدلة بأن قيادات عليا أمنية هي التي أصدرت أوامر القتل، ولديهم هذه التسجيلات الصوتية. هل يمكن لحكومة عبد المهدي أن تحميهم؟ نعم تحميهم، لأنه حكومة عبد المهدي، بكل بساطة أجاوبك على هذا السؤال، حكومة عبد المهدي تملك وثائق أكثر وضوحا ودامغة أكثر مما يمتلكه الناشطون. ليش؟ لأنه الكامل الحكومة وجهاز الاستخبارات العسكرية العراقي وزع كاميرات منذ زمان، من زمان هذه على كانت هذه الكاميرات على صلة بموضوع كشف السيارات المفخخة والتكفيرات إلى آخره. فهناك كاميرات متطورة جدا بحيث كلفة الكاميرا تصل إلى 5000 دولار موزعة على المناطق، خصوصا مراكز المدينة والمناطق الحساسة بما فيها ساحة التحرير والمناطق التي صارت فيها مظاهرات.
هناك كاميرات متطورة ومزروعة هناك وتلتقط الصور، وكثير من حوادث التفجير وعمليات العمليات الإرهابية تم كشفها، وحتى تحديد وجوه والأشخاص، يعني تكتشف حتى معالم وصورة الشخص بشكل واضح. لذلك ساعدتهم في تحديد و تقليص عمليات التفجير التي حدثت في العراق. نعم. هذه فالحكومة إذا سيدتي تمتلك من الوثائق ما يكفي لتوجيه التهمة والتحديد من هم القتلة. القتلة هم من صلب الحكومة نفسها. لذلك من الطبيعي أن تتستر لهذه الحكومة، وكل الأدلة مهما قدمنا من أدلة إلى الحكومة لن تستجيب لها الحكومة ولا تستدل بها على القتلة لأنها هي القاتلة. أستاذ نظير، الحكومة قامت بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في قتل المتظاهرين، تعتقد أن الحكومة بهذا الإجراء تحاول أن تبرئ نفسها وبالتالي تغطي على المتورطين أصلا بقتل المتظاهرين؟ يعني الآن الحكومة تجعل من نفسها هي القاضي وهي المحامي وهي الادعاء العام، يعني لو تلاحظ اللجنة من أين مشكلة؟ مشكلة من وزير التخطيط رئاسة وأعضاء من الدفاع والداخلية ثم الصحة والعدل، إضافة إلى نائب قائد يعني رئيس الأركان. نعم. ومعظم الأجهزة الأمنية هي يعني أعضاء في هذه اللجنة. يا ترى هل تتوقع من أنه ممثلين الداخلية والدفاع والأجهزة الأمنية سوف تخرج بنتيجة تدينهم؟ يعني الجندي لا يستطيع أن يطلق إطلاقة واحدة إلا إذا جاءها أمر. نعم. بمعنى أن هذا القتل كان بأوامر عليا، واليوم يعني أحد النواب الآن بدأ لسانهم يخرج إلى العلن، وقبل أيام كانوا صامتين وبالعين لسانهم. نعم. يقولون بأن كل قتل حدث في هذه المظاهرات المسؤول عنه القائد العام للقوات المسلحة، بمعنى أنه عادل عبد المهدي مسؤول عن قتل كل شهيد سقط في هذه الانتفاضة. لذلك يعني أنا لا أتوقع أن هذه اللجنة ستسفر عن شيء، وإنما ربما سيضحون بأشخاص يعني بعيدين عن الجريمة. نعم. وتلفيق هذه التهم لهم، ويبقى أنه النظام برموزة سليم من هذه الجريمة. ويعني أنا أقول شيء مهم، إنه متى كانت هناك لجنة تحقيقية أسفرت عن نتائج حقيقية؟ هل النتائج التحقيقية اللي في سقوط الموصل ومدن أخرى في يد داعش كانت لها يعني نتيجة؟ هل التحقيق في موضوع سبايكر كان له نتائج؟ هل التحقيق في موضوع القتل الذي حدث في البصرة يعني قبل سنة؟ نعم. هل كان هناك نتائج؟ لم تظهر أي نتائج ولم يحاسب أي مسؤول. هذا النظام هو كتلة واحدة، إذا فرطت حلقة منه ممكن أن ينهار. لذلك نحن لا نتوقع أن أي مسؤولية سيتحملها أي مسؤول بهذا النظام، وسوف تسوف هذه الأمور على حساب دماء المتظاهرين. نعم. نعود لضيفنا عبر الهاتف الأستاذ لبيد الصميدعي، وأسألك في حال فشل لجنة التحقيق في إظهار الحقيقة وحقيقة من الذي ارتكب هذه الجرائم في حق المتظاهرين، ما مدى إمكانية اللجوء إلى منظمات حقوقية ومنظمات دولية لمحاسبة مجرمي هذه أو مرتكبي هذه الجرائم؟ الحكومة لن تفشل في تشخيص أو في إبراز أو في إعلان أسماء ومتهمين، لأن الحكومة بدأت منذ بداية المظاهرات باعتقال عدد هائل من المتظاهرين، عدد كبير من المتظاهرين اعتقلوا وخضعوا للتعذيب واستنطقوا، انتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب، وهناك عدد آخر من المجرمين والمشتبه بهم سيلقنون، تم تلقينهم بأنهم هم الذين قاموا بعمليات القنص وكانوا يعتلون المباني وإلى آخره. السيناريو مرسوم، وهذه العملية بالحقيقة عملية تقليدية أصبحنا يعني اعتدنا عليها، يعني مسألة انتزاع اعترافات وإلباس التهمة لغير المجرمين لغير المجرم الحقيقي. النتائج ستخرج، لكن نعرف أنها هذه النتائج كلها عمليات تحقيق مزورة، الحكومة هي المتهمة الأول والأخير بهذه. أما بالنسبة للناشطين أو بالنسبة للمنظمات التي تسعى الآن من أجل
الضغط على حكومات العالم وخصوصا حكومات دول أوروبا، فهي ماضية قدما في هذه ولا تلتفت إلى لا ولا تنتظر نتائج تحقيقات الحكومة، لأنه نعرفها مسبقا هناك عشرات المنظمات التي تقوم الآن وتم البدء في فرنسا على سبيل المثال، هناك عدد من المنظمات السياسية والمدنية قام بتقديم مذكرة إلى وزارة الخارجية الفرنسية، وأعتقد أن وزير الخارجية الفرنسي موجود الآن في بغداد، حملوه رسالة تتضمن أدلة قاطعة الجرائم التي ارتكبتها القوات الحكومية. الرسالة على سبيل وهذه الرسالة سترفع مثلها المذكرة، سترفع مذكرات مماثلة إلى معظم حكومات دول الاتحاد الأوروبي، تتضمن نقطتان رئيسيتان. النقطة الأولى تقول بأن الحكومة الفرنسية دفعت مليارات الدولارات كمساعدات للحكومة العراقية من أجل تعزيز منظمات تعزيز الديمقراطية في البلاد، تسبيق الديمقراطية في البلاد وتقوية احترام مثل احترام حقوق الإنسان. هذه الأموال نرى بأنها ذهبت هباء، لأنه ما حدث في التظاهرات الأخيرة يثبت بأن أهدافكم وأحلامكم ودعم مساندتكم هذه لم تجدي نفعا، لم تتحقق. المسألة الثانية بأن الجالية العراقية بشكل أساسي والجالية العربية على نحو ثاني في فرنسا تشعر بقلق كبير ومن الأحداث التي تحدث في داخل العراق. طبعا نحن نتكلم عن مجتمع متحضر في دول الأوروبية المقيمون فيها وحتى المتجنسون ذوي الخلفية العراقية، هؤلاء يشكلون قوة عاملة في داخل الدولة ويجب أن يشعرون بالارتياح ولا يشعرون بقلق شديد من جراء ما يحدث في العراق. يعني أي حدث يحدث في داخل العراق على هذا المستوى الدموي الذي حدث يؤثر على آلياتهم، على أدائهم، على حياتهم اليومية. وطبعا حتى إذا نتكلم بتفاصيل أخرى، حتى هذا يكون مكلف في ميزانية الدولة الفرنسية أو أي دولة أوروبية، لأنه اللي يشعر بالقلق ومشغول ما يقدر يروح للشغل، أو إذا يروح للشغل ما يقدر يشتغل بشكل صحيح، وهذا المجرى في هناك تفاصيل كثيرة. طيب. فهذه النقطتين، هذه النقطتين الأساسيتين التي سنشتغل عليها وتشتغل عليها المنظمات الحقوقية والمنظمات السياسية. أستاذ نظير، بماذا تفسر ظهور حيدر العبادي في هذا التوقيت خاصة وتصريحاته على موضوع التظاهرات؟ ألم يقمع العبادي تظاهرات البصرة وبالتالي هو قام بسحق الموصل بحجة محاربة تنظيم الدولة؟ نعم، يعني هؤلاء السياسيين لا يستطيعون أن يعني يخلعوا ثوب النفاق من أنفسهم. طيب. يعني حيدر العبادي يظهر لنا اليوم يعني دور المصلح وبدور الذي يشخص الأخطاء وبدور الذي يعني يطرح نفسه كبديل جيد لما موجود هو عادل عبد المهدي، لكن يعني في عهده رأينا التظاهرات التي خرجت في البصرة وكيف تعامل معها بالحديد والنار، ورأينا يعني كيف تعامل مع مدينة الموصل التي جعلها يعني هدم بيوت الناس فوق رؤوسهم، ما زالت لحد الآن الجثث لم تستخرج من الأنقاض هناك. هذا الذي حصلنا به من نتائج حيدر العبادي. يعني هل الآن هل يعني هذا الكلام المعارض والمصحح بل يعرض الخطط لبناء يعني لإصلاح ما موجود الآن ويطرح بأنه يجب أن تكون هناك انتخابات قادمة ومبكرة لكي يرشح نفسه كرئيس وزراء قادم، بل البارحة دعا الصدر لكي يتحالف معاه في ضمن المشروع الوطني المعارض. يعني هذا الكلام يعني خبرك العراقيين، وأنت جئت من حزب كان يرأسه نور المالكي سيء الصيت الذي حكم العراق 8 سنوات لم يرى فيه العراقيين خير، يعني حروب وانهيار بالاقتصاد وحرب طائفية، هذا الذي حصلناه من هذا الحزب الذي ينتمي له حيدر العبادي. لذلك يعني هو الآن يصطاد بالماء العكر، يحاول أن يستفاد من الدماء الزكية التي سقطت في الانتفاضة، يستفاد منها سياسيا لطموح الشخصي والسياسي، هذا الذي هو يعني ينادي حيدر العبادي.
نعود لضيفنا الأستاذ لبيد الصميدعي، ما توقعاتكم للتظاهرات وموجة التظاهرات الجديدة المنتظرة في 25 من الشهر الجاري؟ طبعا لكل من المحاولات التي تحاول أن تمتص نقمة المتظاهرين بما فيها تحركات العبادي، هذه التحركات بالحقيقة يشعر العبادي وغير العبادي مثل بهاء الأعرج وغيرهم قالوا صراحة بأن النظام السياسي هو المستهدف من قبل هذه المظاهرات، ويعلمون بأن المظاهرات المقبلة ستكون أكبر بكثير من المظاهرات وأشد قوة من المظاهرات السابقة وستتركز على إسقاط النظام. لذلك فهم تداعوا كل الأطراف والعملية السياسية والكتل تداعت من أجل الدفاع عن هذا النظام في محاولة لامتصاص نقمة وتهدئة الشارع العراقي. على سبيل المثال طرح انتخابات مبكرة، حكومة جديدة إلى آخره، وكل الشعب أصبح يعرف بأن العملية عملية تدوير ليس تداول سلطة، وكل الوجوه تتكرر يعني ونفس النتيجة سيحصل عليها، كل الخيبات جربها الشعب العراقي وما عاد ينفع، يعني هذه عمليات الترقيع ومساحيق التجميل ما عادت تنفع لإخفاء الوجه القبيح لهذه الحكومة وهذا النظام السياسي الساقط الذي أفشل الدولة. الحكومة بثت السرطان في كل أرجاء المجتمع أو في كل أرجاء العراق، الفساد ما عاد لا تستطيع الحكومة أن تعالج الفساد لأنها هي مصدر الفساد. لذلك فالمظاهرات القادمة مظاهرات تكون ستشكل بإذن الله ضربة قاضية لهذا النظام وستكون مقدمة لانتفاضة كاملة، وستصاحب هذه الانتفاضة مسألة عصيان مدني، وهذا العصيان المدني هو الممهد لقيام ثورة كاملة، لأن العصيان المدني كما نعلم سيشل الحياة كل الحياة خصوصا الحياة الاقتصادية، وأنا أعتقد أن العالم سيقف مع المتظاهرين عندما يكون هناك عصيان مدني يؤدي إلى قطع امدادات النفط لسوق العالمي. هذه النقطة المهمة والحساسة التي ستؤدي ستحتم مسألة الوقوف أو الانحياز أو الانحياز الدولي أو الصمت الدولي حيال المجازر التي تحدث في العراق عن النفط. طيب أستاذ نظير، آسف للمقاطعة ولكن أنتقل بسؤالي لأستاذ نظير الكندوري. أستاذ نظير، اللافت أن وسم 25 تشرين الأول تصدر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن إذا ما تحدثنا عن الاستشراف المستقبلي، هل ترجح مشاركة شعبية كبيرة في قادم الأيام في يوم 25/10؟ يعني أنا أظن أن يوم 25/10 ربما سيختلف كثيرا، يعني عندما انطلق المتظاهرون يوم 1/10 كان هناك يعني انطلاقة من أجل يعني رفع هذا الفساد، من أجل المظالم التي تقع على المواطنين، لكن اليوم نحن نتعامل مع دماء أريقت في التظاهرات السابقة. نحن نتعامل مع ثأر الآن يعني أهالي الناس والشباب ويعني رفاقهم اللي سقطوا، ما معقول أنه هاي الدماء تذهب سدى. الآن هناك خروج للتظاهر ليس فقط من أجل إصلاح النظام أو الخدمات، هناك خروج للتظاهر من أجل يعني الأخذ بالقصاص من القتلة، وأنا أتوقع أنه ستكون هناك مشاركة كبيرة لا تقتصر على محافظات جنوبية أو على بغداد، ربما ستعم هذه الانتفاضة كل المدن العراقية. ولكني أحذر بشدة من هناك محاولات لركوب موجة هذه الانتفاضة، وهناك يعني شخص غالبا ما يركب الموجة دائما ويحاول أن يدخل بالانتفاضات التي يخرج بها الشعب العراقي ثم يحرف عن مساره، وأنت أعتقد تفهم قصدي. أنا أقصد أنه الصدر الآن يعلن بأنه سيدعو إلى في الأربعينية إلى تظاهرة لرفع نداء كلا كلا لأمريكا وكلا كلا إسرائيل. الآن الشعب العراقي ليس من أولوياته هذه، الآن أولويات الشعب العراقي هي كلا لإيران، لأن إيران هي الآن المحتل الحقيقي للعراق. الإيران الآن تعيث فساد في كربلاء حاليا، أكثر من 7500 عنصر أمني موجودين في كربلاء هم من يديرون شؤون هذه المدينة. نحن في احتلال الآن، كان احتلال عبارة عن بالوكالة الآن صار بالأصالة، هناك قوات إيرانية متواجدة في العراق.
الآن يعني يجب أن يكون الجهد مسلط على النفوذ المتواجد في العراق وعدم السماح بركوب موجة التظاهرات باسم أنه مع الإصلاح وضد الفساد. نعم. يعني منذ الآن بدأ يخرجون من هم على التيار الصدري ويتحدثون. اليوم كنت أسمع الشرقية وأسمع يعني الكلام النواب تابعين للصدر. نعم. يتكلمون أفضل مما يتكلم المتظاهر. نعم. والتيار الصدري هو مشارك بالسلطة ومشارك بكل الجرائم التي تحدث. يعني هذا لا يعفي هذا الكلام المحسول الذي يتغزل 54 مقعد في البرلمان. نعم نعم. نعم. الذي يتغزل به للمظاهرين هذا لا يعفي من المسؤولية. هم مشتركون، كل هؤلاء مشتركون في هذا النظام السياسي المجرم، نظام سياسي فاسد. يعني أرجع العراق عشرات بل ربما مئات السنين للوراء ولم نستفيد منهم شيئا. نعم. فلا يدعي بأنه هو ضد النظام الحالي وهو يدعو الإصلاح، هذا كله أكاذيب ويحاول تميع الانتفاضة العراقية. أستاذ نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي العراقي، شكرا جزيلا لكم. وشكر موصول كذلك لضيفنا عضو التحالف الوطني المعارض لبيد ميدعي، كان معنا عبر الهاتف من مالمو.